السلام عليكم، معكم مريم عبد الكريم. اليوم راح أشرح لكم عن أداة اسمها اللاسوتون. هو فيها ثلاث أنواع. النوع الأول اللي حنقدر استخدمه هاي حق الأداة حق القص السريع أو العشوائي وغير منظم وغير احترافي. هاي الأداة الثانية اللي هي حق الأشكال المضلعة والهندسية أكثر، بحيث تسوي لي يعني تناسب أكثر شيء حق المباني الأشكال الهندسية مثل ما أنتم شايفين، لأنها تصير حادة زواياها. الحين أروح حق الأداة الأخير، النوع الأخير لهاي الثلاث الأدوات اللي هي حق اسمها المغناطيك. هي أسهل أداة فيهم، بحيث إن هي تتواصل، بس تخلي السهم وتسحب بالماوس تتصل معاك النقاط بحيث تتقص بشكل أرتب وأحسن من اللي قبلهم. شكراً.